وتير وكل المزارع السياحية الموجودة هناك، واحدة من أجمل المدن اللي تنعم بالأمن والطمأنينة والسلام. كسلة الوريفة واحد من الأسواق المميزة، وعنده باع خاص جدا سوق النساء في كسلة. خلينا نشوف. يعد سوق النساء بمدينة كسلة من أقدم الأسواق النوعية بالمدينة، إذ يرجع تاريخ تأسيسه إلى خمسينيات القرن الماضي. وكان الموقع الذي شيد عليه السوق الحالي عبارة عن غابة من أشجار السدر واللالوب، وتمثل منسوجات السعف موردا رئيسيا من موارد السوق، إذ تتم عمليات البيع والشراء فيها يوميا أكثر من غيرها من معروضات السوق الأخرى. وتصنع تلك المنسوجات في ريف الولاية بصورة رئيسية، حيث تقوم النساء بجميع عمليات تصنيعها داخل المنزل، وتلجأ بعضهن إلى إكمال أعمالهن بالسوق. وتسميه النساء بالضفيرة، وقليل منهن يتقن تلك العملية، وتقول إحداهن إن هذا العمل سيندثر قريبا في ظل عدم إقبال الفتيات على تعلمه. ومن المصنوعات والمنسوجات الأساسية في السوق البساط متعدد الألوان، ويستخدم هذا النوع في مناسبات الزواج كفرش للعروسين، وأيضا البساط ذو الحجم الكبير، وتستخدم عادة كفرش في دور العبادة وأسقف المنازل لحماية. من سكان الريف، بحيث تقوم النساء بشد هذا السرير بحبل يعلق في أعالي الأشجار، ويجد الطفل فيه راحة وسكينة، وتلجأ وتبقى المواد التي تصنع منها زينة النساء الأكثر تداولاً بالسوق، وتشكل أخشاب الطلح والشاف المكون الأساسي في تركيبها. ومع أن الفتيات اتجهن نحو استخدام المستحضرات الحديثة، إلا أن مواد الزينة التقليدية تظل موجودة في كل بيت سوداني، خاصة عند أهل الريف والذين يعتبرونها من أساسيات البيت بالنسبة للمرأة. وتزداد الطلبات على زينة النساء في مناسبات الزواج والأعياد، وهناك بعض النسوة تخصصن في إعداد وتركيب تلك الزينة، وحظين باهتمام كبير من الزبائن. وكما أن للقبيلة في السودان شيخا يسمى ناظرا، وللمريدين في الطرق الصوفية شيوخا، فإن لسوق النساء بكسلة شيخة أيضا، وسميت كذلك باعتبارها أقدم العاملات في السوق، وتتصدى الحاجة فاطمة لكل المشاكل التي تواجه النسوة في ذلك السوق، وتعمل على حلها. البعض منهن توارثن المكان والعمل من أمهاتهن، وظللن يمارسن المهنة ذاتها،
وترى الحاجة زينب أن هذا السوق خصص لكبار السن من النساء، وتقول إن دخول بعض الفتيات يسبب لهن الفوضى التي لم تكن موجودة من قبل. وتتعدد مبيعات السوق الأخرى كآنية الفخار التي تصنع من الطين، كما تعد أدوات القهوة التي تميز بها أهل كسلا دون غيرهم الأكثر رواجاً. فالجبنة المصنوعة من الطين مرغوبة عند أهل الشرق عامة وأبناء البجا بشكل خاص أكثر من تلك التي تصنع من المواد الأخرى، وذلك لارتباطها بطقوس وتقاليد لا توجد عند بقية القبائل.